كادت قضية وطن الجوز أن تشعل حربا أهلية لولا تدارك أهل المنطقة، رغم كلام استفزازي جاء على لسان أحد مشايخ لاسا، فمر القطوع. لماذا؟ لأن المتهم تم تسليمه. لكن السؤال، من ينقذ البلد من قطوع عدم تسليم متهمين كثر ومرتكبين لجرائم كل واحدة منها من شأنها أن تحدث حربا أهلية لبل طائفية؟ واللائحة تطول. اغتيل الرئيس رفيق الحريري، وأصدرت المحكمة الدولية قرارا ظنيا بمتهمين 4 ينتمون إلى حزب الله، وعلى الرغم من ذلك فهم لا يزالون فارين من وجه العدالة والحزب يرفض تسليمهم. حاولت مجموعة اغتيال النائب بطرس حرب بعبوة وضعت في مصعد مبنى مكتبه. أوصلت التحقيقات إلى محمود الحايك الذي تبين أنه كان في مكان الجريمة وهو من عناصر حزب الله، ولا يزال حتى الساعة متواريا. شهد صيف 2005 حادثة إطلاق نار في ظهر العين أدت إلى مقتل عزيز يوسف وطوني عيسى على خلفية الانتخابات النيابية. خبئ مطلق النار المعروف بأبو وجيه والذي ينتمي إلى تيار المردة قبل أن يتم تهريبه إلى سوريا، والذي عاد منها ميتا بعد فترة. العام 2010 أطلق جوزيف الزوقي النار وقتل نصر ماروني شقيق النائب إلي ماروني ورفيقه سليم عاصي في وضح النهار. 3 سنوات مرت ولا يزال الزوقي خارج قفص العدالة، وسط أنباء تحدثت عن نقله بسيارة النائب السابق حسن يعقوب إلى النبطي، واتهام النائب ماروني للنائب إليسكاف بتسهيل هروب الزوقي ومعاونيه. في لائحة الفارين وغير المسلمين عمدا للقضاء، من اعتدى على القوى الأمنية بمجرد دخولها أحد المربعات الأمنية لإزالة مخالفات بناء أو غيرها. الأمر نفسه بالنسبة إلى مجموعات مسلحة استهدفت الجيش اللبناني، مرة على طريق رياب علبك ومرة أخرى عندما منع الجيش من دخول بلدة النبيشيت لاستكمال مطاردة مطلوب من آل المصري، واستهدف بالقذائف بحجة أن البلدة قلعة من قلاع المقاومة. حتى في الحالات النادرة التي تم فيها تسليم قاتلي عناصر من الجيش كما حصل في قضية الضابط سامر حنا، تبين لاحقا أن من تم تسليمه ليس هو مطلق النار، وأن القاتل الحقيقي بقي مجهولا. والأسئلة تكثر، أين المتهمون بصناعة حبوب الكبتاجون المخدرة؟ أين مروجو الأدوية الفاسدة والمزورون؟ وأين زعيم عصابة سرقة السيارات؟ وكلهم معروفون، ومنهم من يقال إنه قريب من مسؤولين في حزب الله. هذا غيض من فيض الاستقواء على القضاء وهيبة الدولة، فهل هذه هي مفاعيل وهج السلاح؟